خضار يعتبر من السوبر فود، ما كتير معروف بالمطابخ العربية. بحلقة المكونات الخاصة لهيدا الأسبوع، شيف جوزيف رح يعرفنا على فوائد ملفوف بروكسل وأطيب أطباقه. هاي شيف. هاي ملك. شو هيدي يا شيف؟ مبينة ملفوفة. ملفوفة هالقد صغيرة يا شيف؟ ايه. ليش شو بيصير؟ انه شكلها غريب. بتعرف انه حتى تطلع على عنق لحالها ما بتطلع مثل الملفوف اللي احنا بنعرفه، بيطلع مثل عنق هيك مع جزع. ايه. وبيطلعوا مشكوكين شك. اه مثل الوردة يعني. بلشوا بالبحر الابيض المتوسط هو من زمان، بس نحن بطلنا نستعملهم. بعدين بلشوا يبينوا اكثر شيء ببروكسل اللي هي اليوم بلجيكا. من هناك انتقلت للعالم. ملفوف مثل ما بتغيره. اوكي. اكيد فيه فوائد. الشيء اللي منيح فيه انه بقلبه بروتين بشكل كثير عالي. واكيد لذلك اكيد بينفع بالدايت للاشخاص اللي بحبوا يضعفوا. اوكي. بنفس الوقت انتي اوكسيدنت، منيح للجهاز الهضمي والى اخره. اليوم حنعمل كم وصفه. هو ملفوف بالاجمال، تعطوا طعمه ملفوف، اقوى شويه طعمه. فينا ندفه مثلا؟ جربة، خذ 3 أيام رفيهم على عندي، خبريني إذا بيطلع معك ملفوف محشي فيهم.